أنت في حياتك طبعاً مريت في اختبارات. واحدة من الاختبارات اللي أنا متذكرها لما كنت بتقابل معك إنه الله أنقذك من حادث موت. شو اللي صار؟ كنت معزومة على خدمة بملبون بأستراليا. بأستراليا. ورحت وأنا مبسوطة يعني راح وكان الأخ عادل نصحي موجود وكان في اجتماعات كتير حلوة. فترة خدمة كانت أخذ تقريباً شهر. خلال هذه الفترة كان في عيد أستراليا داي. سو أول ما رحنا قالوا لي فادي على أستراليا داي رح نروح بيكنيك. أيوة. وقلت أوكي منروح بيكنيك. أنا من الناس اللي بتحب يعني أطلع هيك على شطحة. Yeah. على الح... أيوة. ما مش عارف شيء بالعربي. على ال... بيكنيك. رحلة. رحلة. Yeah, رحلة. هنقولها شطحة يعني. شطحة ما عارف شيء شطحة كمان. بس الغريب اللي حصل معي. قبل بليلي صار عندي نوع من قلق. أنا نامي بالليل حاسة قلقانة مش مبسوطة نوع من حزن مش عارفة شو اللي حصل معي يعني. إمتى الصبح أنا من النوع بحب كتير هالمشاوير خاصة إذا كانت كنيسي وطالعين كلنا وزلك لقلي من أكتر الأمور اللي بحبها. فإمتى الصبح شعر حالي مقبوضة بشكل مش طبيعي. فصاحب البيت اللي أنا نازلي عنده كنت عم قل له Do you think فينا نأجل المشوار؟ قال لي لا 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 كتير ناس رايحين وفي ناس جاي كرمالك وصفادي لا ما بيصير ما بنقدر نأجل. قلت له أوكي خلاص منروح. لدرجة من بعد ما قال لي هيك فتت على الأوضة سكرت الباب قعدت أبكي وفي صوت من جوا بيصرخ بيقول لي ما تروحي. فلأنه مش بإيدي الجو فطلعنا بالسيارة ومشينا. نحن على الطريق خربت السيارة فات على ترمبة بنزين وصلح السيارة ورجعنا مشينا. الطقس ابتدى يتغير ابتدى تغيم ابتدى شوي تشتي ابتدى الهواء يطلع يعني شعرت كل شيء عم بيصرخ بيقول لي فادية ارجعي على البيت لكن لأنه مش بإيدي المشوار مش طالع بإيدي وقفه. فوصلنا على البارك وكان معنا جروب اوف بيبل وصفينا السيارات وطلع رح على شوي رح تطلع زوبعة يعني رح تطلع السيارات من محلها. اضطرينا نرجع نحط الأغراض بالسيارات ونترك هذا البارك ونروح على بارك تاني. لكن في شخص هو وزوجته هني اللي قرروا أي بارك نحن أي مكان نروح عليه ونحن مشينا وراهن. وأنا بعدني قاعدة وحس بكآبة مش طبيعية. وصلنا صفينا السيارات ووصلنا على البارك وقعدنا ونزلنا أغراض وقاعدين. فأنا قاعدة حد الشخص عم بحكي معه وكنت عم بقول له إنه أنت شو أخبارك هيك. قال لي أنا مشتاق شوف الرب ومشتاق بترنمي يا أخت فادية بعدين بجنازة. قلت له إيه إيه شو هالكآبة هلا هيك أنا ما بحب رنم بالجناز وعم نمزح أنا وياه يعني. فأنا واقفة لقيت حالي واقفة ما عندي كرسي أقعد عليها. فقلت له بس لحظة خليني أقوم بس روح أجيب كرسي. فهو قاعد هون أنا واقفة هون ورحت مسافة هيك كم متر لعند زوجته فحطيت إيدي على كتفه. أنا عم بخبرك هدول التفاصيل لك لأنه في أهمية لهدول التفاصيل. حطيت إيدي على كتفه وقلت له فيني بس أستعير الكرسي من اللي حدك. قالت لي يا أكيد. فأخذت الكرسي ورجعت وحطيتها وقعدت ودرست ما عادش بتذكر شيء. اختفيت. كل اللي بتذكر بعدين أنا وعم بقوم من الغيبوبة اللي أنا فيها بسمع صريخ بسمع ولولة بسمع بكى بطلع بلاقي التي في كل شانيلات التي في واقفة عم بتصور البوليس في ناس بالأرض مغطاية بشراشف بيضة. أنا بطلع هيك ومش مستوعبة شو اللي عم يصير يا عمي هذا حلم ولا مش حلم. أول موعد كانوا عم يحمونا بحطوني بالأمبولنس. رحت على المستشفى وقعدت بالأوضة وبعدني لحد هلأ مش قادر أستوعب وين أنا يعني كأنه ريلي أنا بحلم. ففات لعندي الشخص هو مدامته اللي أنا كنت نازلي عندهم يطلعوا فيني ويبكوا يطلعوا فيني ويبكوا. بعدين قلت له يا جماعة في حدا بس يقول لي شو اللي صار شو اللي شو فيه. فقرب الشخص اللي عندي قال لي ما بتتذكري فادي شو اللي صار. قلت له لا ما بتذكر وليش أنا هون وليش أنا بالمستشفى. أنا كل اللي عم بدور ببالي أنه أنا طرق علي شيء صحيا something صار واخذوني على المستشفى. قال لي ضربتنا الصاعقة ضربت المكان اللي احنا كنا فيه. قلت له كيف الصاعقة ضربت أنا ما سمعت الصوت أو لأنه ضربت فينا أنا ما سمعت الصوت يعني الشخص اللي بعيد عنا بيسمع صوت بس أنا مش مستوعبه هو عم يحكي. قلت له أوكي وأنا ببالي هو عم يحكي أنه أنا الوحيدة اللي تأثرت بالجو.
فقال لي فادية سمير وسلمى اللي كانوا معنا واقفين معنا اوريدي ماتوا. طلعت فيه هيك قلت انا انت عم تمزح ولا بليز مش وقت مزح هلا يعني. قال لي لا سمير راح وسلمى راحت. هدول سمير اللي كان قاعد حدي ولما رحت انا عند زوجته هيدي كانت زوجته لما نزلت الساعه ضربت بي سلمى وراحت على سمير وعلي. لما انا لقيوني بعدين انا مفروض كنت قاعده على الكرسي هون لما قالوا لقيوني حد الشجره ووجهي بتراب وبعيدي كذا متر يعني عن مطرح ما انا كنت قاعده. سمير كان قالوا لي لما لقيوه لسمير سمير كان واقع على اجري انا بس لكن قلبه كان واقف حاول يسعفوه لكن ما قدروا يسعفوه. زوجته كانت بحاله كثير صعبه يعني جسديا ايفن تشوهت اكثر من الكل. وانا سمعت هالاخبار وقعدت بالاوضه هيك وكل اللي بيدور ببالي يا رب وليش انا مش مثلهم ليش انا ما رحت معهم. ابتدت فكر ياخذني وفكر يجيبني. كانت صدمه لي مش عاديه اخذتني تقريبا اسبوع لما رجعت من المستشفى وانا قاعده بالبيت بحاله سكوت مش قادره احكي مع حدا بس الدموع بضل تنزل وعلى طول السؤال بيدور من جوا يا رب ليش انا بقيت يعني المفروض انا سو كلوس انا كنت قريبه لإله بشكل مش طبيعي ليش انا بقيت ليش انت خليتني شو اللي صار. وابتدت ارجع بالتفكير انه كان الله عم يعمل لي انتبهي قبل بليلي على الطريق يعني. وتحذير وتحذير ورا تحذير وانا عم بحاول وقف المشوار. ابتدت كانت اختبار فظيع يعني. بالنسبه لك شو يعني شو اللي عمل في حياتك من خلال هالاختبار؟ خلاني اشعر انه انا الحياه والوقت مهم جدا. It's not good ابدا يتضيع. وخلاني اشعر انه لما الرب بيعطيك وقت عطيك هديه مش عاديه اكبر من اي مال ممكن تحصل عليه اكبر من اي شيء ممكن تحصل عليه هو الوقت. فلما بتضيع الوقت والوقت بضيع على الفاضي صدق ضيعت الحياه.